مساء الخير. لو تتبعت كل شعور سلبي جواك هتلاقيه من قريب او من بعيد مرتبط بشعور اسمه التعلق. عارف شعور هموت من غيره؟ هموت لو ما وصلتش للحاجة دي؟ قاعد على اعصابك طول الوقت منتظر حاجة بعينها، متعلق بالحاجة، بالشخص، بالحلم، بالنتيجة. على فكرة هو شعور ما يفرقش عن اي مرض من الوجع اللي بتحسه. هو ايه التعلق ده؟ ويفرق ايه عن الشعور بالحب؟ وازاي يبقى عندنا شغف واصرار على انك تحقق حلم بدون ما تتعلق؟ التعلق يعني علقت شيء بشيء، علقت نفسك وروحك وسعادتك وراحة بالك تحت رحمة شيء او شخص او نتيجة. ما حصلتش بتضيع، بتتوه، بتحس انك فقدت نفسك مش الشيء وبس. والنتيجة انك بتعيش خايف، مذلول، منتظر طول الوقت. طيب هو احنا بنتعلق ليه؟ هو محدش بيقعد يفكر كده ويقول نويت اتعلق. التعلق بالشكل ده بيجي لوحده، بس بيجي لأسباب كتيرة، على رأسها سببين مهمين جدا: الاحتياج الشديد والخوف الشديد. الاحتياج للأمان، سواء النفسي، الروحي، المادي، والخوف من المستقبل، من المجهول. كل ده بيكون جواك وانت مش حاسس. وأكتر ورطة بتحط نفسك فيها لما تصدق فكرة اني دقت الشعور من السعادة، من القرب، من الاكتفاء، مستحيل يتكرر مرة تانية. في ناس بتعيش وبتموت بالفكرة دي، ان قلبي مستحيل يدوق نفس الشعور ده تاني. فكرة مرعبة، قادرة تدمر لك فعلا حياتك. اللي يخليك فجأة تقرب من حد وفجأة تبعد عنه، ويمكن ما بتعرفش تدرك بالظبط أسباب القرب ولا أسباب البعد. بعيد عن الأسباب، قلبك عارف يعمل ده، ودي نعمة من النعم، لأنه لو ما كانش كده كان كل شيء تصادفه في حياتك قابل للتعلق المميت. التقلب آلية موجودة في قلبك، فكونك ترتبط بشيء وما تعرفش تتخلص منه أيا كان، فده معناه إن في خلل في الآلية دي. بس في حاجة، الكلام ده مش معناه هنتحول لناس ما بنحسش ومش هنتوجع في الفقد والفراق. بالعكس، فكرة نزع شيء من القلب ما تقلش أبدا عن استئصال جزء من الجسد، لكن أحيانا بيكون الاستئصال ده ضرورة للتعافي، وده اللي ما بنعرفش نعمله في التعلق. بتكون الصعوبة في قرار النزع وفي تقبل الفكرة أصلا. طيب السؤال، هو أنا مفروض ما تعلقش خالص؟ لا طبعا، مستحيل نلغي التعلق، دي مشاعر بديهية. الأم بتتعلق بولادها، الحبيب بحبيبته، ده لو نزعنا التعلق من القلوب هيحصل برضو خلل. طب إيه المطلوب بالظبط؟ المطلوب إننا نعرف نفرق بين التعلق الطبيعي والتعلق المرضي. 6 حاجات لو جاوبت عليهم بمنتهى الصراحة بينك وبين نفسك هتعرف نوع تعلقك ده إيه. 1، الموت. هو أعظم فراق. عارف تستوعبه؟ لأن باستيعابك لفكرة الموت ده هيكون بداية لتقبلك فكرة الفراق والفقد بشكل عام في الدنيا. 2، السعادة. هل معلق سعادتك والاستمتاع بأي حاجة في الدنيا على مجرد شخص أو نتيجة بعينها وبس؟ 3، نوع احتياجك للشخص اللي متعلق بيه ده عبارة عن إيه؟ هل هو سند بيساعدك على رحلة حياتك، ولا بالنسبة لك هو المنقذ والعوض اللي من غيره تقع وتخسر نفسك؟ 4، الخوف. هل دايما خايف بسببه؟ الخوف هو اللي بيحركك، خايف تفقده، خايف تعاتبه، خايف تلومه. 5، الحرية. حاسس انك حر وانت معاه؟ حاسس انك بطبيعتك، ولا متأيد وتحت رحمة رضاه مهما كان؟ 6، مين 1 عندك؟ مين الأساس؟ ربنا ولا الشخص ده أو الحلم ده؟ الحاجات دي بينك وبين نفسك هتعرف بيها تعلقك ده مرضي ولا طبيعي. التعلق الطبيعي مفهوش خوف، كله حرية وطمأنينة، في إيمان وتقبل بأنها مرحلة مؤقتة. بتعرف تركز في مشاعرك وتحدد انت بتحس بإيه بالظبط؟ قادر تميز وتعرف انت متعلق تعلق إيجابي ولا تعلقك سلبي؟ الأسئلة دي ممكن ما بتفكرش فيها كتير، برغم ان معرفتك بيها سبب مهم قوي من اسباب راحة بالك وسلامك النفسي. في اشياء ايجابية بتعلق بيها،
وفي اشياء سلبيه بنتعلق بيها بنكتشف بعد كده اللي احنا كنا غلطانين اللي احنا اتعلقنا بيها. بتعب جدا 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 نفسيا وبقعد فتره طويله لا باكل ولا بشرب، يعني بتخيل ان هي هتموت بس او افتكر الحته دي قدامي كده او اتخيلها قدامي، فعلا فعلا بتعب نفسيا جدا جدا، لان يعني متعلقه بيها جدا. يعني انا عندي زوجي بيقول لي انت ما كنتش اتجوزتي، كنت بقى هتسمع عودتك احسن. دي حقيقي يعني. يعني ايه الحاجات اللي احنا كنا عايشينها دي؟ تعلق ايجابي، بنتعلق بايه؟ بالمبادئ، بالمثل، بالاخلاق، بالكلام ده كله. النهارده في تعلق سلبي. ما اقدرش اعترض على ربنا، وكلنا هنموت يعني، بس هي مراحل شويه وبيرجع طبعا. ان كل واحد هيموت، هنموت وراه ولا نزعل وراه؟ لا، هو بياخد فترتها وبتعدي زي اي حاجه بتعدي. يعني ده تعلق مرضي، اصلا الانسان انت قلتيها بيبقى خايف، فده مرض. الخوف مرض، هو خايف من الفقد، خايف من التغيير، خايف من المجهول، فبيتعلق وممكن يذل نفسه فعلا عشان خاطر ان هو ما مش عنده بديل. انما لو هو لو خلق لنفسه بديل او شغل بنفسه او خرج من البيئه اللي هو فيها، اكيد هيلاقي الافضل. لو قلنا ان حب الام بولادها هو اعلى صور التعلق، طيب ربنا لما اتكلم عن ام سيدنا موسى قال لها فاذا خفتي علي فالقيه في اليم، ازاي لما تخاف عليه تلقيه في اليم؟ ربنا وضح ازاي تعمل ده في الآية، فيها اربع خطوات لو تتبعنا خطواتها فهي منهج يساعدك ما تتعلقش او تتخلص من التعلق ده. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفتي علي فالقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. رقم واحد، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يعني خد بالاسباب. رقم 2، فإذا خفتي علي فألقيه في اليم. وصلت لمرحلة الخوف، ألقي الموضوع فورا خارج تدابيرك أنت. ما ينفعش خوف مبالغ فيه مع إيمان وثقة في تدابير الله. رقم 3، ولا تخافي ولا تحزني. دي القاعدة، لا خوف ولا حزن، دي الحالة النفسية العامة اللي لازم تبقى عليها في كل الأحوال. كأن هو ده المقياس، يعني لو أنت خايف وحزين بطريقة مبالغ فيها، اعرف انها اشارة انك بتتعامل مع الموضوع غلط، وفي الاغلب انت اخترت تكون المدبر لامورك، ودي امور الاله. رقم 4، ان ردوه اليك، التسليم، ثقة ويقين بالله ان هو المدبر. الخير هو اللي هيتم بتدبير الله، بسيناريو ربك هو اللي رسمه. دول 4 خطوات، عكسهم انت بتعاني وبتدمر نفسك بالتعلق. بتتحول لمدبر، راسم سيناريو وراسم نتيجة لازم تحصل، بتنتظر طول الوقت، منتظر نتيجة، النتيجة دي وبس. عجول مش عارف تصبر، فطول الوقت قلقان وخايف وحزين. الأربع أفكار دول قادرين يدمروك حقيقي، وما بتوصلش في النهاية لأي حاجة. التعلق هو شعور انساني زي ما انت قلتي في البدايه، شعور انساني، بس يعني في جزء منه ايجابي وجزء منه سلبي. التعلق ده شيء جميل جدا في البدايه، يعني لازم احنا نقول يعني التعلق بالله شيء جميل، التعلق بين الام وولادها شيء رائع، التعلق بين الزوج والزوجه او بين الاصحاب. امتى بقى يتحول هذا التعلق الى نوع من انواع ان احنا نبص عليه بجهه سلبيه؟ لو كان هذا التعلق بيؤدي الى ان هو يقلل من قيمتك انت كانسانه او قيمتك ونظرتك لنفسك، فده بيبقى التعلق ساعتها يتحول من شيء ايجابي وشيء مهم جدا عشان الحياه تستمر لشيء سيء. لكن مش ممكن نقول مثلا التعلق بالله ده مش ممكن ابدا في يوم من الايام يبقى شيء سيء يعني، لكن التعلق اللي هو يخص البشر بينهم وبين بعضهم هو ده اللي احنا ممكن نقول عليه جزء منه ايجابي وجزء منه سلبي. يعني لما انت تبتدي بتتعاملي مع شخص والشخص دوت بيبتدي يقلل من قيمتك او تعلقك بيه، حبك الزايد ليه بيقلل، بيخليك انت قليله قدام نفسك وقدام الاخرين. ممكن مع الوقت لو انا قلت ان الشخصيه دي ابتدت كل حاجه على طول تظبطها بانها مبنيه على ايه؟ باني مش عامل حاجه الا عشان الشخص ده يبقى راضي عني، الدنيا شايفاها من خلال الشخص ده وحاجه كده، فده بيبتدي تدخلي مرحله التعلق. التعلق بقى طول ما انت الطرفين بيدوا بعض
طول ما هو تعلق ايجابي جدا، طول ما هو شيء جميل يعني بنبقى مبسوطين بيه قوي. لما الشيء بيتعدى المرحله دي بيبتدي بقى الطرف الثاني يبتدي يعاملك وحش، وانت فضلتي بقى اصل انت بتحبيه، لا اصل هو يرضى عني بس هو يقول، بنبتدي ندخل في مرحله سيئه جدا. انا هحكي عن تجربه اللي ممكن نشوفها تعلق ايجابي لان الطرفين بيدوا لبعض، لكن انا شايفها تعلق سلبي. انا من معارفي شخصيه عندها بنت دلوقتي يعني تعدت الأربعين، بتشتغل في شركه مالتي ناشونال ما شاء الله يعني مميزه جدا في الشركه، لكن بينها وبين امها يعني من زمان جدا علاقه تعلق رهيبه، الطرفين عندهم تعلق. يعني الام كانت رغم ان هم عيله مستريحه ماديا جدا، في كل واحده عندها عربيتها، لكن على الرغم من كده الام كانت بتودي الشركه مالتي ناشونال دي توصلها وتندم تخلص كل حاجات وبعدين ترجع تاني تجيبها من الشغل، لو راح حته بتوديها، لو هتقابل اصحاب بتشتري معاها هدومها وبتحط رايها هي، والبنت على فكره بتبقى موافقه جدا على يعني ما تقدرش تشتري جيبه من غير مامتها. لقيت ان البنت ناجحه جدا هناك، بس هي متعلقه بامها تعلق مرضي، متهيئ لها ان كل القرارات ما تتاخدش من غير امها، وامها عندها تعلق مرضي ان بنتها ما تطلعش منها. اول نقطه في التعافي ان انت تكتشفي ان انت متعلقه. اليومين الاولانيين صعبين يا جماعه، زي الخروج من مرض، الفتره الخروج من المرض هي اصعبها على فكره. لكن بعد كده الدنيا بتمشي، لكن انت عايزه بقى تستمري وتستمري العذاب وتقعدي تنزلي دموع وبكاء وتحكي على الحاجات وخاني وما خانيش، انت حره اشربيه بقى. هل معناه الكلام ده ان ما يبقاش عندنا شغف بشيء وحلم بنستموت علشان نحققه؟ طب حاجه تانية، احنا ازاي بنلح في الدعاء؟ يعني ازاي نجمع ما بين التسليم والاستغناء وعدم التعلق وبين الالحاح في الدعاء؟ ازاي نوصل لعدم التعلق برغم السعي والشغف والدعاء؟ التفرقه بين الامرين دول مهم جدا. ازاي نوازن بين ان نفسك مشتاقه لامر ما، فازاي نهشتاق له وادعي بيه وانا مش متعلقه بيه؟ الإجابة إنك طبيعي تشتاق وتدعي بكل حواسك وبصدق، لكن الفرق إنك هتعمل ده وإنت مبطن قلبك الأول بثقتك في اختيارات الله، ومدرب نفسك على الرضا بأقداره، ومقتنع إن أقداره مش مجرد امتحانات صبر وعذاب، لأ، أقداره هي أضبط وأنسب وأفضل اختيار ليك بشرط نيتك القوية وحسن سعيك. فالنتيجة إنك هتدعي وإنت مسلم ومستغني، هتسعى برضا بدون تعلق، فهترضى بالنتائج ايا كانت. هزعل اكيد لو خالفت رغباتي، لكن زعل برضا وادراك تام ان هو ده الخير. هو ايه هو مفهوم التعلق او تعريف شعور التعلق، وايه الدوافع اللي بتخلي الانسان يتعلق باي حاجه؟ هل دي حاجه غريزيه جوه الانسان؟ الانسان مخلوق من مجموعه احتياجات، الاحتياجات هي اللي بتكون التعلقات، ولذلك نلاقي الناس بتتعلق بأشياء مختلفة. المشاعر هي عبارة عن تعبير الاحتياج باطني. فالمشاعر ايه بالضبط؟ هي عبارة عن تعبير عن الاحتياجات اللي هي في النهاية بتكون التعلق. فكرة ان الانسان يبقى رابط سعادته، رابط مصيره، استقراره النفسي بان معلق السعادة دي وراحة البال على حدث معين يحصل، على وجود شخص معين، ده كده بيبقى دخل في سكة ان هو يعني تعلق مرضي او تعلق سلبي؟ طبعا اكيد التوصيف بتاعه ده تعلق سلبي. هو ليه معلق كل حياته على شيء، حدث معين او شخص معين؟ عشان هو انسان ما عندوش هدف بيشغل بيه وقته. فقد الهدف بيخليك دايما مستهدف للعبودية للاشياء، انك ما يكونش عندك هدف. فدايما اللي ما عندوش هدف بيبقى مستهدف من ايه؟ مستهدف من الأشياء اللي هي بتملكه مش هو اللي بيملكها. المشاعر لابد أن تكون مقيدة بقوانين، لأنها لو ما تقيدش بقوانين ستقود الإنسان، والمشاعر ما ينفعش أنها تقود الإنسان. طب حضرتك قلت أن ممكن من الحلول أن الإنسان يحط هدف أيا كان الهدف ده، فمش ممكن يتعلق بالهدف ده نفسه؟ ممكن يتعلق بالهدف ويبقى بعد كده الهدف دوت مرضي، لكن احنا بنتكلم ان هو متعلق بشخص او متعلق بحدث معين لازم يحصل. بنقول ايه سبب تعلقه ده؟ بنقول عدم وجود هدف يتعلق بيه. واحد متعلق بشغله، طيب متعلق بشغل ده كويس، لكن ممكن يتعلق بشغل لغايه ما يهمل ابنه، مراته، ابوه، جيرانه، نفسه، احتياجاته هو كمان. فهو تعلق بشيء
ايه اللي قاده مشاعره. فاحنا نقول يتعلق بشيء يعني يتعلق بطريقه صحيه، بطريقه متوازنه، بطريقه انه يعرف هو محتاج ايه، قد ايه ويديهولها. لكن يتعلق ويروح سايب نفسه، ده هو اللي بيسموه التعلق السلبي او المرضي. التعلق بالله، يعني دايما نسمع ان التعلق بالله ان ده من ارقى المشاعر واسنى المشاعر، هل ده بيعتبر علاج وبيعوض الانسان عن التعلق بحاجات ثانيه كتير في الدنيا؟ التعلقات عامه سواء كانت لله او لغير الله عامه بتخضع لنظاره بيلبسها الانسان ورؤيه بيشوفها في الاشياء اللي بيتعلق بيها. الناس اللي شافت ان التعلق بالله هو علاج التعلقات التانيه دخلوا في معركه، ودي مدرسه في الفكر. قال لك والله احنا عشان ما نتعلقش بقى بالدنيا واللي اتقال فيها واللي اتعمل فيها كله، احنا خلينا مع ربنا ونتعلق بيه. طيب عملوا ايه؟ بدا يحارب تعلقاته ومشاعره وحبه واحتياجه، لان قلنا المشاعر والحب ده كله مبني على احتياج حقيقي. لو قاومت احتياجك هيقاومك، ولذلك هتكون في معركه دائمه، هتكون في استهلاك للطاقه. بتحرم نفسك من شيء عشان انت عايزه، عشان بتقاوم نفسك يعني بتحارب مشاعرك، فبتحاول تجيب البديل. ايه هو البديل؟ قلت انا هجيب ربنا عشان يزيح عني الحاجات دي، اللي بيسموه قانون الازاحه، دخل حاجه عشان تخرج حاجه. قد تنجح العمليه دي، لكن في الاغلب الاحيان هي بتفشل. ليه؟ لانك انت بتقاوم طبيعتك. واحد بيقول لك انا الحاجه دي بحبها جدا بس انا عشان خاطر ربنا مش هعملها. طيب بتحبها جدا ومتعلق بها جدا وبتعملها على طول، فبتحاول تقاوم روحك. انت عايز هدفك انك تسيب دي ولا هدفك انك تقاومها؟ هدفي ان انا اسيبها. طب تسيبها في وسائل، في طرق، ممكن نعمل حاجه اسمها سياسه واحده واحده، نعمل حاجه اسمها قانون الازاحه، نبتدي عمليه الاشغال. الوقت بينشغل بمشاعر وباحتياجات وبتطبيقها وتنفيذها، فنبتدي نعمل حاجه اسمها قانون الازاحه، ادخل حاجات تانية بحبها برضو، يقوم تاخد من وقت الاشياء دي، فيقوم استهلاكي للوقت في الشيء ده يقل. ناس كتير ما بقاش مركزة ان ربنا هو مركزيتي في ان انا استمتع بالحاجات اللي في الدنيا او احبها او اتعلق بيها، فاللي بيبقى عازل ده بيبقى في شرك خفي مع ربنا؟ لا، اللي عازل ما فيهوش شرك خفي. الشرك الخفي دوت ممارسات كبيرة جدا وتطبيقاته في الحياة ملهاش نهاية. ولذلك احنا لما بنقول ان علاقتك مع الاشياء فيها شرك خفي او لا، ده بيدخل باب في التوجه والنية. الشرك الخفي تعريفه ان انت ما تشوفش ربنا في الشيء، ما تشوفوش بس. والشرك الخفي ده على قد ما الناس بتخاف منه، على قد ما هو مش مذموم عند ربنا كتير، لان ربنا سامح بيه، لان ربنا بيقول اذكروني ذكرا كثيرا. فلما ما بنذكروش ذكر كتير بيبقى فيه اوقات ما بنذكرين، وده اسمه شرك خفي. كل المباحات اللي بنعملها ما بنفتكرش فيها ربنا اسمه شرك خفي. طيب لو رحنا بقى لفكرة الموت، الموت ده من اكتر الابتلاءات الصعبة جدا اللي بتترجم فكرة الفقد، ولو حد متعلق بحد وفقد ومات بيحس بمصيبة كبيرة جدا. ازاي في ناس بتعرف تصبر وناس بتنهار تماما؟ يعني فكرة الموت دي معالجتها ازاي في اطار سليم؟ طبعا الموت في ذاته هو عملية بنسميها عملية فقد، والفقد ده بيتكرر في حاجات كتير في حياتنا. في حاجات كتير بتموت واحنا عايشين، حاجات بنفقدها فدي اسمها ماتت. فعملية الفقد دي متكررة، وربنا بيقول لنا انتوا عايشين في عملية الفقد، لان انتوا اصلا من الفقد نفسه، انتم كنتوا عدم. قال انتم الفقراء الى الله، انتم المحتاجين، يعني بتفقدوا اشياء كتيرة، ولما بديكوا حاجات بتفقدوها الاشياء. اذا احنا من الفقد، واحنا عندنا اشياء بتفقد، واحنا بنطلب حاجات مفقوده. اللي بيعيش خارج المنظومه دي دايما بيقعد مصدوم. انسان ان هو مفترض ان هو ما يتعلقش بشيء قوي، او يعني ما يبقاش خلاص قايل دي حياه او موت، لو ما حصلتش الحياه بتقف او انا خلاص بتنتهي حياتي. طيب ده ما بيتعارضش مع فكره الالحاح بالدعاء؟ يعني انا مش ببقى عارفه الخير فين، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طب ده في تعارض مع فكره انا بلح، انا عايزه دي وبلح بالدعاء جدا؟ لا، هو انا في ازدواجيه في المعاني اللي جوايا. فكره الاحتياج، انا محتاج فبلح في الدعاء وبطلب، لان انا ما اعرفش الغيب في ايه، انا شايف ان دي اللي احتياجي، فلذلك انا شايفها مهمه وضروريه. انا ما اعرفش اللي عند ربنا ايه، ولذلك انا
هبقى متعلق بالشيء ده وبلح عليه في الدعاء وبسعى عليه في الاسباب الظاهريه بتاعتي عشان اجيبه، ومع ذلك لما ما يحصلش وما يجراش انا عندي شيء تاني، ملف موجود فيه الحكيم العليم. ايه الحكيم العليم؟ اللي عارف كل المعلومات وبيحط كل حاجه في وقتها، حكيم. فانا عارف انه ما دام هي ما نفعتش دلوقتي معناها دي مش مناسبه. طيب وملف تاني انه مش هيسيبني عشان الموضوع ده ما حصلش يبقى ما فيش حاجه هتحصل، لا في بديل هيحصل. اذا اغلق لك باب فتح لك باب. ما ينفعش نقول ان النهار خلص الليل مش هيجي، لا النهار خلص الليل بيجي، الليل خلص النهار بيجي. شيء متتابع لا ينقطع ابدا لان الله دائم موجود. الدائم هو اللي بيعوضك عن الفقد. الاشياء اللي في الكون دي كلها اسمها الصور. صور المكونات او الكائنات. الله هو المصور. فانا لما اكون مع الصور، الصور دي عباره عن شيء ربنا خلقه وعنده منه كتير. فلما اكون مع الصور وافقدها ما بلاقيش عوض، ما بلاقيش بدل. لما بكون مع الله يوم المصور يعوضني عن كل صوره، فجاه دي فقدت يوم يجيب لي حاجه بدلها، فجاه دي فقدت يجيب لي حاجه بدلها. بدلها دي ازاي؟ عن طريق انه يوريني حاجه اكبر. فكره مهمه قوي هتساعدك تظبط كل ده، انك تعرف ان كل حاجه في الدنيا انت بتعتبرها هدف هو مش هدف في حد ذاته، علشان لما تفقده ما تنهارش. هو في النهايه عامل مساعد بيعينك على رسالتك في الحياه، وفقدانه معناها انه كان دوره خلص وهتكمل المسيره مع غيره، سواء شخص او نتيجه او حلم. وفي النهايه انت بتختبر في امكانياتك وقدراتك في السعي السليم، وهو ده اللي هتتحاسب عليه. وانت بتسيب كل ده كله وتوقف حياتك وتدمر نفسك لغياب شخص او هدف اتعلقت بيه. الحديث ده مهم قوي. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. بصفة عامة ما تبالغش في احساسك ومشاعرك، لا تحب قوي ولا تكره قوي ولا تفرح قوي ولا تزعل قوي، بلاش قوي دي علشان ما تتعلقش قوي. لو سبت نفسك لفطرتك هتزعل وهتحزن بس تحت مركزية الله، فهتعرف تستشعر لطف الله وهيهون عليك الوجع قوي، وربنا يقدرنا ويثبتنا ويغنينا بيه عن كل حاجة.